المقاطعة الإدارية ابن عباس بولاية بشار أخذت حصة معتبرة من المشاريع الممولة في إطار صندوق التضامن بين الجماعات المحلية عبر دوائرها وبلدياتها. 50 كيلومتر من الطرق الحضرية، المشروع الكبير الذي تم بمقتضاه تجديد شبكة الطرق داخل البلديات. الحمد لله ابن عباس تغيرت من طلعت ولاية منتدبة، تغيرت التهيئة في قضية الطرقات، في قضية الملاعب الجوارية هذه، في قضية الإنارة، فيه تغير، فيه تحسن ملحوظ في منطقة ابن عباس. تحسنت في الطرقات، بعض الطرقات زادونا وفي التوسعة وتنقات شوية ابن عباس خير من اللي كانت. 260 عملية تم إنجازها في مجالات التهيئة العمرانية والإنارة العمومية والصرف الصحي. قطاع الموارد المائية حيث سجلنا عمليات بمبلغ 7 ملايير، تم إنجازها الإنجاز شبكة طولها 38 كيلومتر. هذه العمليات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمة العمومية للمواطن على أحسن وجه. 98% هي نسبة ربط السكان بشبكة مياه الشرب التي تم تجديدها بنسبة 97%، والتي ستتدعم بالقدرات المائية التي توفرها منطقة سيدي عثمان. ينقص مرافق وين يجيو السياح، يجيو السياح من الأجانب ومن داخل الجزائر. ابن عباس تعمل أيضا على تشجيع الاستثمار السياحي بمنح الاعتمادات لإنشاء فنادق ومخيمات تقليدية.